كل عام وحضراتكم بخير. يعني أيام جميلة وأيام مباركة، أيام انتصارات، أيام احتفالات، يعني سواء الاحتفال بمولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام وشهر ربيع الأول، أو شهر أكتوبر شهر الانتصارات. النهاردة 1 أكتوبر وبيذكرنا دايما بانتصارات أكتوبر المجيدة. 49 سنة مرت على معركة استعادة الأرض، إعادة العزة والكرامة إلى هذا الوطن. ملحمة نفذها الجيش المصري الباسل اللي قدر الحقيقة أنه هو في يوم 6 أكتوبر 73 العاشر من رمضان أنه هو يقهر المستحيل. ما كان يعتقد الطرف الآخر العدو بأنه مستحيل أن يقدم عليه المصريون، وأنه ليس بالإمكان لهذا الجيش بعد 67 أن يقدر على استعادة أرضه وأن يحرر الأرض ويرفع العلم المصري مرة أخرى على الضفة الشرقية للقناة. ولكن كانت المفاجأة التي أذهلت الجميع وأذهلت العالم أن هذا الجيش المصري العظيم من أبناء هذا الوطن استطاعوا بالجهد وبالعرق وبالدماء أن هم يحرروا هذه الأرض. 49 سنة مرت بالتمام والكمال، أو هتتم إن شاء الله بعد 5 أيام من النهاردة. ولكن إحنا جيل بعد جيل، إحنا حكالنا من أهالينا اللي حاربوا وشاركوا في الحرب، اتحكالنا عن الانتصارات، اتحكالنا الحرب كان شكلها إيه. إحنا كمان بدورنا مع أولادنا بنحكي لأولادنا الحرب دي شكلها إيه، إيه اللي حصل. كمان إن شاء الله ولادنا هيحكوا لأولادهم لحد ما تيجي الذكرى 100 لانتصارات أكتوبر المجيدة، جيل ورا جيل إن شاء الله بيسلم راية هذه البلد بإذن الله دايما عالية وخفاقة في عنان السماء. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. القوات المسلحة المصرية أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات. أصوات ملتة، بسم الله بسم الله. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. رحم الله الشهيد البطل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رحمة الله عليه رحمة واسعة، وعلى جميع شهدائنا الأبطال اللي ضحوا في الحروب اللي خاضها الوطن في العقود الماضية، خصوصا حرب الاستنزاف وحرب التحرير، حرب 6 أكتوبر. برحب بسيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. كل عام وحضرتك بخير يا فندم. وانت بالسلامة والصحة والسلامة، والشعب المصري بخير تماما. الله يخلي حضرتك، الله يخلي حضرتك. طبعا الذكرى 49، واكيد طول 49 سنة نالت حرب اكتوبر والبطولات اللي تمت فيها وما قدمه الجيش المصري، يعني كانت محل للبحث والتدقيق ليس فقط في مصر ولكن في خارج مصر، من العامة ومن الخاصة ومن الخاصة الخاصة من المتخصصين بالشؤون العسكرية. ولكن أهمية الذكرى 49 ونظل سيادة اللواء الغباري نحكي جيل ورا جيل ومن الأب للابن للحفيد عشان يفضل معروف في الأذهان ما حققه الجيش المصري ومن وراء الشعب المصري في ذلك اليوم، رأي حضرتك إيه؟ نمرة واحد، إن دائما انتصار الشعوب بيبقى هو ده الذخيرة الوطنية اللي بتبقى مغروزة في أجيال بعد أجيال، بس بتبقى محافظة على قوة الدفع بتاعتها وحقائقها اللي بتبقى موجودة. فانطلع لحرب أكتوبر بالنسبة للمصريين ده أول انتصار على القوات الإسرائيلية عبر التاريخ كله. يعني أنت حتى لو جبت تاريخ اليهود من أيام سيدنا موسى مخرج من مصر وشعب نوح لما فتح أرض كنعان، كلها انتصارات لليهود إلى أن هزموا بغير العرب. أول عناصر العرب كان عليهم كان سنة
73، وده ما جاش يعني صدفة، ده جه لأن كان أول مرة العرب أو مصر بالذات تخطط علمي لهذه الحرب. فبدأ التخطيط للفكر الاستراتيجي ينمو عندنا في مصر بعد إنشاء أكاديمية مصر سنة 64، ومن هنا بدأ العلم الاستراتيجي يزيد عندنا أو ناخده منهج في القوات المسلحة أو في حتى في حياتنا المدنية. ومن هنا بدأ التخطيط السليم، وده نتيجته مباشرة أعطت العالم هو نفسه زي ما حضرتك كنت بتقول المعاهد والمؤسسات العلمية خارج مصر كانت بتقيمه، فقيمته بإيه؟ بمصطلح بسيط، إن هو أول تطبيق للحرب المعركة أسلحة مشتركة حديثة بعد الحرب العالمية الثانية، لأن خبرة الحرب دي كلها اتحطت فيه. لو أنت بصيت مثلا على أسلوب إعادة تنظيم القوات المسلحة وتدريبها، هتلاقي جزء منه كان في الحرب العالمية الثانية من جمهوري لما كان بيحضر بعد هزيمة الجيش الثامن بيحضر نفس الرومي إزاي، هتلاقي الكلام ده، هتلاقي علوم حديثة حصلت زي الخداع الاستراتيجي، لأن الخداع الاستراتيجي في ذلك الوقت كان صعب جدا، صحيح كان التكنولوجيا ما هيش قوية زي دلوقتي، لكن على زماننا كانت موجودة، أن أنت كان ممكن تصور بالأقمار الصناعية مكان مركبة أو مكان معدة بعد ما خلت مكانها ب 48 ساعة بوسط أشعة الحمراء، ومن هنا كان صعب جدا الخداع الاستراتيجي، أنا قدرت مصر تحققه، وأكثر دليل على تحقيق هذا النص على الخداع الاستراتيجي ما قامت به لجنة أجرانات في إسرائيل لما حكمت القيادات الإسرائيلية صحيح. على الهزيمة، فكان كل ردودهم أنتوا عملتوش عبئة ليه عشان الجيش المصري كذا وكذا وكذا وكذا، لأن أنت خدت نهج بسيط جدا وبيوصل للهدف بسهولة، وهو الاعتياد، خلي العدو يعتاد على أنك تعمل أعمال دائمة تعتبرها أعمال دورية، وبالتالي بتكون باستمرار موجودة وانت من خلالها ربكت القيادات هناك، يعني ده حتى قبل الحرب بدقائق، هل دي الحرب ولا لا، مش قادرين ياخدوا قرار، يعني ده بعته ديان يبص على الجبهة شكلها مظبوط مظبوط. فكانت النتيجة، وده من كلامهم مش من كلامنا احنا، طبعا يعني ده الوثائق اللي فرغت عنها سنة 2016 2016 بتاعت لجنة أجرانت، هي اللي بتقول الوثائق دي وترجمت عندها في مركز دراسات مركز الترجمة العبري في وزارة الثقافة يعني مظبوط، اللي الله يرحمه الدكتور إبراهيم بحراوي. فالمهم يعني الخداع الاستراتيجي ده كمعلوم الحديثة طبعا، وبعدين كمان انت خدت بناء القوات المسلحة او بناء التحضير للحرب على قوة الدولة الشاملة اللي هو احدث حاجة النهاردة بنشتغل بيها في العالم كله دلوقتي، كل قدرة من قدرات الدولة تسميها ازاي، سواء القدرة العسكرية مع القدرة الاقتصادية مع الجبهة الداخلية اللي كانت بتسمى السياسة الداخلية مع السياسة الخارجية ونشاطها الكبير اللي كان حصل مع الإعلام المصري اللي كان بيخدم الحرب بحق وبشفافية كبيرة، فكانت دي كل دي طبعا عوامل جهد متكامل دولة ككل. طيب المعجزة أنا الحقيقه انا اسف جدا لمقاطعه حضرتك يا سياده اللواء الغباري، ولكن هرجو بقى من حضرتك ان شاء الله، احنا يعني مكملين طول الشهر باذن الله شهر اكتوبر وخصوصا ما قبل يوم 6 اكتوبر ان شاء الله، فالحديث باذن الله بقيه محتاجين نتكلم عن المجتمع كان شكله عامل ازاي، مجتمع ما قبل 6 اكتوبر 73 كان شكل المجتمع عامل ازاي، ثم ما ان اندلعت العمليات العسكريه وبدا العبور وبدا الانتصار والتحول الحقيقه اللي حصل في المواجهه، شوف شكل المجتمع الداخلي كان عامل ازاي والجبهة الداخلية كانت مساندة ازاي. انا شاكر جدا لحضرتك سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونرمي كيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر، التحدي والإرادة.